حلب، اللاذقية، حماة، إدلب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأصبح الناس مع الفجر بين السماء والطارق، يلف الألم المحافظات التي كلمت بأبنائها وبأرزاق بنيها، يعم الحزن والوجوم البلاد. زلزال مدمر ضرب فجر الاثنين السادس من شباط عام 23 الأراضي السورية. مئات الوفيات، آلاف الجرحى، تشرد عشرات الآلاف، انهيار وتصدع المئات من الأبنية السكنية. البلاد مكلومة وجراحها لما تشفى بعد. بتعاضد بنيها ستتجاوز سوريا هذه المحنة. سيداوي السوريون جراحهم. 10,000 عام من الحضارة لا يمكن أن تتضاءل أمام المحن والكوارث والزلازل. سوريا ستنبثق من رمادها مثل طائر الفينيق. سوريا ترفع رأسها بأبنائها ويرفعون رأسهم بها. كلما زادت وطأة المحنة زاد الأمل بالفرج. تحت غيث السماء ومع برد الشتاء، السوري يسمو فوق الجراح. تداعت كل فعاليات رسمية وشعبية وأهلية لتداوي الجرح. سيرفع السوريون شراع السفينة مرة أخرى، يقودها السيد الرئيس بشار الأسد إلى بر الأمان مهما علت أمواج المحن.